نواصل الحديث في كتاب رسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكان الحديث منتهيا إلى مسألة النسخ. والنسخ له معان عند الأصوليين، فقد يعنى بالنسخ معنى الإزالة، وقد يعنى بالنسخ عند بعضهم معنى البيان، معنى البيان. ولذلك نجد أن بعضهم يجعل العلاقة بين الخاص والعام أو بين المقيد والمطلق هي علاقة النسخ، فلا يجوز للمكلف إذا علم المقيد أو إذا علم المخصوص أن يتعبد لله عز وجل بالمطلق أو بالعام. يعني إذا علم الخبر المخصوص أو الخاص وعلم الخبر المقيد، فلا يجوز له أن يتعبد الله عز وجل بالخبر العام أو بالخبر المطلق. وعند الإمام الشافعي بعض المفاهيم المتعلقة بمسألة النسخ، هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ عند الإمام الشافعي أنه لا يجوز، القرآن ينسخ السنة لكن السنة لا تنسخ القرآن. ده مفهوم عند الإمام الشافعي ويدندن حوله كثيرا كثيرا، لأن النسخ يكون بين دليلين متكافئين، يكون بين دليلين متكافئين. السنة من القرآن، السنة من الوحي، ولكنها لا تكافئ القرآن، أي لا تكون مثله سواء بسواء. وعندنا الفقرة 588 وما بعدها نجد هناك بعض التأصيلات الماتعة للإمام الشافعي، من ذلك قوله في الفقرة 595 في بعض الوجوه التي تبين علاقة السنة بالقرآن، بيقول: والوجه الثاني أن يكون أحل لهم شيئا جملة وحرم منه شيئا بعينه، فيحلون الحلال بالجملة ويحرمون الشيء بعينه ولا يقيسون عليه على الأقل الحرام، لأن الأكثر منه حلال والقياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقل. هذا التنظير مهم في مسألة التحليل والتحريم، ومهم جدا في مسألة القياس، أن الحلال ما أحله الله وأن الحرام ما حرمه الله، وأن الشرع إذا أخرج شيئا حراما من جملة حلال لا يجوز أن يتعدى المكلف هذا الجزء، وإذا أخرج شيئا حلالا من جملة حرام لا يجوز أن يتعدى في هذا الجزء. يبقى أنت تقف حيث وقف الشرع، إذا قال بأن الأصل في المطعومات الحل إذن وهذا هو الأغلب، وأتى ببعض المطعومات وجعلها حراما كطعمة الخنزير، فلا يجوز أن تقول بأن الخنزير حلال. ليه؟ لأنه من جملة الطعام. أيوة، الله سبحانه وتعالى أباح لنا الطعام، إذن هذا هو الأغلب وهذا هو الأصل، ولكنه أخرج جملة حرمه، فلا يجوز أن تحل ما أخرجه الشرع. هناك جملة حرام ولكن جعل الشرع جملة منها جائزة أو مباحة، فلا يجوز أن تعمم المباح، فجعل المشابهة بالكفار حراما ولكن جعل بعض المشابهة جائزا، فلا يجوز أن تعمم هذا الجواز لتجعل كل المشابهة جائزة. يبقى تارة جعل شيئا حلالا ثم أخرج شيئا منه حراما، وتارة جعل شيئا حراما وأخرج منه شيئا حلالا أو جائزا، فيجوز التشابه بالكفار لضرورة، كأن تجس عليهم أو تنقل خبرهم أو أن تحدث نكاية بهم، إذن هذا من جملة
الجائز. الجملة دي هي الأقل، الجملة دي هي الأقل، فدائما المخرج هو الأقل، فالقياس لا يكون على الأقل وإنما يكون على ماذا؟ على الأغلب. إذن هنا فائدتان، فائدة في التحليل والتحريم وفائدة في مسألة القياس، أن القياس لا يكون على الأقل لأن الأقل هو المخرج، وإنما يكون على ماذا؟ على الأغلب لأنه الأكثر. فهذا تأصيل رائع رائع، وقل أن تجده في كتاب. تأصيل آخر في رقم 599 بيقول وليس ذلك لأحد، يعني ليس لأحد أن يخالف حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة مفيدة في مخالفة بعض الأئمة لبعض النصوص، يعني بعض الأئمة خالفوا بعض النصوص، وهناك مثال جهزته لكم اليوم. بينقل الدمشقي المالكي، والدمشقي المالكي من علماء القرن الخامس الهجري، بينقل ما نصه: فرق بين مسألتين. له كتاب يسمى بالفروق الفقهية، كتاب جيد، ولكن نقل فيه هذا النقل. قال مالك: يجوز، أي يجوز للمكلف أن يحج عن غيره، يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه. يعني من لم يحج عن نفسه يجوز أن إيه؟ أن يحج عن غيره. ولا يجوز طواف من لم يطوف عن نفسه أن يطوف عن غيره. وفي كلا الموضعين هو فعل عن غيره، يعني بيقول هو هيحج عن غيره وهيطوف عن غيره. يجوز أنه يحج عن غيره، ولكن لا يجوز أنه يطوف عن إيه؟ عن غيره. ليه بقى؟ قال: والفرق بينهما أن الطواف قد أخذ شبها من الصلاة، لأنه لا يجوز إلا بوضوء، والطواف لا يجوز إلا بوضوء. طبعا المسألة فيها نزاع، يعني هذه المسألة يقررها كأنها مسألة إيه؟ فيها إجماع، والمسألة فيها نزاع. هناك بعض أهل العلم قال بأن الطواف يجوز من غير إيه؟ وضوء، وبعضهم قال بأن الطواف لابد فيه من الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طواف إلا بوضوء. وهذا الحديث متنازع في صحته، فهذه من مسائل النزاع بين أهل العلم. على أي حال ننظر ماذا قال الدمشقي: الفرق بينهما أن الطواف قد أخذ شبها من الصلاة، لأنه لا يجوز إلا بوضوء بخلاف سائر أفعال الحج، فما كان مختصا بذلك من سائر أفعال الحج جاز أن يختص بهذا المعنى بخلاف الحج عن الغير. عاوز يقول إيه؟ يقول إن ممكن إن الإنسان يسعى بين الصفا والمروة من غير وضوء، ويجوز أن يقف على عرفة من غير وضوء، وأن يفيض من عرفة من غير وضوء، وأن ينفر من مزدلفة من غير وضوء، وأن يرمي من غير وضوء، وأن ينحر من غير وضوء، وأن يحلق أو أن يقص من غير وضوء، ولكن لابد له أن يتوضأ عند الإيه؟ عند الطواف. فشابه الطواف الصلاة، لأن من شروط الصلاة الوضوء، وأيضا من شروط الطواف الإيه؟ الوضوء. فلما كانت الصلاة لا تجزئ عن الغير، كذلك لا يجوز للطواف أن يجزئ عن الإيه؟ عن الغير. بينما يجوز سائر أفعال الحج أن تجزئ عن الغير، يعني ممكن أنت تقف بعرف وتعمل كل أفعال الحج عن الغير إلا الإيه؟ إلا الطواف. الله، المسألة دي ألا ترون أنها مخالفة لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم بحج عن شبرمة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ومن شبرمة؟ قال: إنه أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن إيه؟ شبرمة. لم يقل له يعني طف عن نفسك
ثم حج عن شبرمة، ولكن قال له إيه؟ قال له إيه؟ حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فطبعا دي مسألة خطيرة جدا، إن نجد إن القول في المذهب يخالف النص مخالفة ظاهرة، ثم يأتي بعد ذلك التلاميذ والأتباع فيؤصلون على قول صاحب المذهب دون أن يلتفتوا إلى ماذا؟ إلى الحديث. دي مسألة خطيرة جدا، مسألة في قمة الخطورة. ولذلك بعض هذه المسائل التي نسبت للأئمة وفيها خلاف للنصوص ينبغي أن تحرر هذه المسائل ثم بعد ذلك لا تنسب للأئمة. ليه؟ لأن الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهبي. فمثل هذه المسائل ستجدوها بكثرة. ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بيروي عن الليث بن سعد أنه أحصى 70 مسألة تكلم فيها مالك برأيه. يعني في هناك 70 مسألة الإمام مالك خالف فيها النص، 70 مسألة. قال الليث: وقد كتبت إليه في ذلك. يعني الليث كتب له هذه المسائل التي خالف فيها النص. ولعلنا جميعا نذكر الحديث بتاع عبد الله بن وهب عندما كان في مجلس مالك فسئل عن تخليل الأصابع في الوضوء، قال مالك: لا أراه على الناس. ودي مسألة جميلة جدا، بيقول: فلما انفض الناس ذهبت إليه فقلت: حديث سمعته. قال: وما ذاك؟ قلت: حدثني عبد الله ابن لهيعة عن فلان عن المستورد بن شداد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يخلل الأصابع في الوضوء. قال مالك: ما شاء الله، إسناد جيد أو حسن، والله ما سمعت به إلا إلا الساعة. فكان يفتي بعد بتخليل الأصابع في الوضوء. هذه مثلا مسألة، وشوفوا الرجوع السريع، وشوف الأدب الجميل. ما قالش في مجلس مالك: أنت يا مالك أنت بتتكلم إزاي وتخربط إزاي وما إلى ذلك، لا. ومثلا ما قالش الرد الحالك على الإمام مالك، واخد بالك إزاي؟ الحالك يعني شديد الظلمة، ويعمل بقى موقع على النت كده وإيه وينشر بقى رد الحالك بقى على الإمام مالك. لا لا، المسألة فيها أدب عظيم جدا. تستنى لغاية لما الناس كلها مشوا، وبعد ما مشوا راح له قال له: حديث، ما قالوش أنت أخطأت. قال له: أنا عندي دليل في المسألة دي. إيه ده؟ راح قايله بالإسناد بتاعه. الإمام مالك على طول قال: ما شاء الله. كلمة ما شاء الله حاجة جميلة برك، ما شاء الله، إسناد صحيح أو حسن، والله ما سمعته إلا الساعة. فكان يفتي بعد بذلك الأمر. فليس أحد من أهل العلم يتعمد مخالفة النص، مفيش حد أبدا بيتعمد أنه يخالف النص إذا ظهر له، بل نحسن الظن بأئمة المسلمين أنه إذا ظهر له النص فإنه ينقاد له سريعا ويذعن له سريعا كإذعان مالك لنص التخليل. فلذلك يقول الإمام الشافعي في فقرة 599: وليس ذلك لأحد أن يتعمد مخالفة النص، ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها، لا أنه عمد خلافه. يبقى أول حاجة الجهل، ممكن هو يجهل هذه السنة كما جهل مالك هذه السنة. وقد جهل الأكابر من الصحابة بعضا من العلم علمه غيرهم ممن هم دونهم في السن والعلم. يعني مثلا هذا الحديث أصله في صحيح مسلم، وهذا السياق ليس أذكره لكم في تذكرة الحفاظ في ترجمة طارق ابن شهاب. استأذن أبو موسى الأشعري على عمر بن الخطاب ثلاثا فلم يؤذن له، والاستئذان إن هو يدق الباب 3 مرات أو إن هو يقول السلام عليكم 3 مرات، وما بين كل استئذان وآخر مسافة كافية، وقت كافي،
ان هو يتهيأ للقاء من يدق عليه او من يستأذنه. فلما قفى دعاه عمر قال له ليه انت انصرفت؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعت؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. وطبعا العدد قد يدل على حصر وقد لا يدل على حصر. يدل على حصر من حيث الأصل، وقد يخرج عن الحصر في بعض المصالح أو ضروريات أو الحاجيات. عندنا ضروريات وحاجيات وتحسينات. يعني افترضنا مثلا واحد الزرع بتاعه بيتحرق، والزرع جنب البيت بتاعه، أخبط ثلاث مرات فإن لم يؤذن لي أسيبه وامشي؟ أو أنا شايف دخنة في المطبخ بتاعه ولع طالع من المطبخ، أخبط ثلاث مرات مفيش حد رد علي، إن شاء الله البيت يولع باللي فيه؟ لا ما ينفعش. وأقول لك نعمل إيه بقى؟ الأمر لو اقتضى أطير الباب بقى، مش أخبط بس، أطير الباب، أطير وأدخل. لأن هنا مسألة متعلقة بالضروريات، حفاظ على الأموال والمحافظة على الأرواح ومحافظة على الممتلكات وعدم إحداث الضرر للغير، لأن ممكن الأشياء دي تتولع وتولع اللي فوقها واللي تحتها، ولا سيما في أيام الغاز، والغاز ده طبعا يعتبر قنابل موجودة في كل بيت. تصور لو إن بيت متوظف بالغاز واتحرق، هتلاقي البيت كله ولع، وبعد ما يتولع البيت يتولع الشارع كله، وبعد ما يتولع الشارع يتولع الدنيا كلها. وطبعا عندنا اجراءات امن في قمه الجوده وفي قمه الصرامه وفي قمه السرعه. يعني احنا عندنا اجراءات امن وتقنيات عاليه بحيث ان هي تدرك الناس عند نزول الحوادث والملمات. يعني اول ما يحصل حاجه زي كده على طول يتم عزل فوري للوحده الحاره دي. لا عندنا طبعا الكلام ده يا اخوانا بالعكس، يعني لا يتحرك القوم الا بعد ان يتم القضاء على مثلا معظم سكان الحي. وطبعا احنا سكان كتير فما فيش مشكله، يعني ما فيش مشكله. يبقى اذا العدد قد بيدل على محصور، لكن هناك بعض القرائن قد تخرج العدد من الحصر إلى غيره. من هذه القرائن، قرائن ممكن تكون موجودة في أصل النص، وقرائن قد تكون موجودة خارج النص. فمسألة الحريق الذي رأيت يجعلني أخرج بالعدد عن غير الحصر، دي ضرورة. وأحيانا ممكن تكون موجودة في قلب النص، زي ما تقول مثلا تكلمت كلمتين، كلمتين اللي تدل على حصر مش كده، ولا تدل على ماذا؟ على كثرة. خد بالك ازاي. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. هل هو سيرجع البصر مرتين اثنين فقط ولا هي كثرة؟ هي كثرة. وكذلك كلمة 70 لا تدل على حصر، وانما تدل على ماذا؟ على كثرة، تدل على كثرة، فسياقات تدل على ذلك. إذا الأصل العدد يدل على الحصر، لكن قد تأتي بعض السياقات تخرج العدد عن الحصر إلى الكثرة، تخرج العدد من الحصر إلى الكثرة. فعمر الخطاب لم يسمع هذا الحديث، وهو عمر، وكثيرا ما كانوا يقولون أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر عمر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر عمر، فكان وزيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو محدث، إن في كل أمة محدثون، وأن يكن في هذه الأمة فعمر رضي الله تعالى عنه. وكان الشيطان يفرق منه، إن الشيطان يفرق منك يا عمر، وما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير الذي سلكت. يفرق يعني إيه؟ بيترجف منك، أول ما يشوفك يترعش ويترجف منك. يا ومع ذلك، مع قربه النبي صلى الله عليه وسلم وفضله وسابقة إسلامه وهجرته وجهده وجهاده، إلا أنه لم يعلم هذا الحديث. وأبو موسى الأشعري متأخر عنه في إسلامه وأدنى منه في درجته ومقامه وعلمه، فحصل علم لأبي موسى لم يحصل له عمر.
إذا عمر كان يجهل هذه السنة وعلمها من هو إيه؟ أدنى منه، وعلمها من هو أدنى منه، وليس في ذلك ضير ولا بأس. أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والخبر ده أيضا موجود في ترجمة طارق بن شهاب، لما أتت الجدة تطلب الإرث من أبي بكر، ولعل الجدة هنا الجدة العليا، لأن الجدة أتى الشرع بإعطائها السدس في القرآن، فلعل هذه جدة عليا. جدة عليا عن إيه؟ جدة الجدة أو أم الجدة. أتت لأبي بكر تسأله الإرث، قال أنا قد نظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله فلم أجد لك إيه؟ إرثا. فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة الأنصاري كلاهما يصدق أحدهما الآخر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعطيها السدس، فأعطاها السدس. إذن يمكن للمفضول في بعض الأحايين أن يحصل ما لم يحصله الفاضل. ممكن تكون أنت عالم في كل نقطة، بس في جزئية صغيرة تلميذك أو تلميذ تلميذ تلميذك هو جاهل في كل حاجة إلا النقطة دي، فهو عالم فيه. يبقى النقطة دي هو أمكن فيها منك، ولابد لهذا الفاضل الإمام الكبير ده إن هو يأخذ هذه النقطة ممن هو أدنى منه. ولذلك كانوا يقولون إن الرجل لا يشرف حتى يأخذ ممن هو أدنى منه كما يأخذ ممن هو أعلى منه. يعني الرجل لا يشرف إلا لو كان متواضع. علامة التواضع إن هو يستفيد من الأقل منه كما يستفيد منين؟ من الأعلى منه. فكان السلف يطلبون الأعلى في كل شيء. لو افترضنا إن تلقيت الحتة الفاضلة موجودة عند من هو أدنى مني، أعمل إيه؟ أستكنف؟ لا أبدا. كان الإمام الشافعي أسن من الإمام أحمد بأكثر من 15 عاما، 15 سنة، وكان في مقام أستاذه بل هو أستاذه، ومع ذلك كان الشافعي يقول لتلميذه أحمد أنتم أعلم بالحديث وبالرجال مني، فدلوني إن كان الحديث شاميا أو كوفيا أو عراقيا حتى أصير إليه. ما الضير؟ فده كله حتى أبين لكم إن ممكن يكون الإمام فاضل ورجل عالم، بس إيه؟ يجهل شيئا من السنة. ليس أحد أحاط بالسنة علما، ما فيش واحد أحاط بكل سنة علم، لا يمكن. الإمام أحمد عليه رحمة الله مع أنه حفظ 1000 حديث كما قال ابن مهدي، ولما سئل كيف عرفت ذلك قال لقد راجع علي أو راجعت عليه الأبواب، يعني سمعتهم له 1000000 حديث. يعني لو دخلت الأحاديث دي على الكمبيوتر، الكمبيوتر يسحق، ما يقدرش يستحمل الكم الهائل ده من الأسانيد. وتصور ان كل حديث مثلا في احاديث ثلاثيه الاسناد ودي قليله، وهناك رباعيه وهناك خماسيه وهناك سداسيه، قول بمتوسط 5 رجال في كل اسناد، يبقى 5 في مليون، ب5 مليون رجل راوي، 5 مليون رجل يفنطهم وينظمهم وعارف نظامهم وترتيبهم. فالاخ يقول لك اسم كذا، هو بيجيب اخر الاسم، تكون نسيت ايه اول الاسم. مش كده بيحصل يا اخوانا؟ يعني مثلا احمد محمد عبد الهادي فرج، كلمه فرج نسيت انت كلمه ايه؟ محمد. تقول له طب معلش قول لي اسم ثاني مره، وقولها لك 10 مرات لغايه لما تحفظ الاسم الاولاني. دول كان ربنا عز وجل قيضهم لخدمه الدين وحمل العلم. فالامام احمد هل احد يقول بانه احاط علما بكل السنه؟ لا يمكن ان يقول ذلك احد. ما فيش حد أحاط علم بكل السنة، ولكن العلماء بمجموعهم أحاطوا العلم بالإيه؟ بالسنة. كما أننا نقول ليس أحد من الصحابة أحاط علما بكل السنة، ولكن الصحابة بمجموعهم أحاطوا علما بإيه؟ بكل السنة. وليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجل السنة، قد يجهل الرجل السنة. ولكلمة الرجل، الرجل الفاضل العالم، مش الرجل العمي، لأن الرجل العمي الأصل فيه اللي هو الجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كلمة لا تعلمون شيئا، الرجل العمي لم تتغير عنده شيئا،
لا تعلمون وماتوا أيضا إيه؟ لا يعلموا شيئا، لم يتغير في شيء. ولذلك لابد أن المسلم يحاول أن يغير كلمة لا تعلمون شيئا، يقلل كلمة شيئا دي، لأن مهما تطلب من علم فأنت جاهل، وكلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلك، مش ازددت علما بالعلم، لا ازددت علما بجهلك. ودي مسألة مهمة جدا، إن الإنسان كل ما بيزداد علمه كل ما بيزداد علمه بجهله، وكل ما بيزداد خوفه على نفسه، وكل ما بتزداد خشيته، وكل ما بتقل جرأته. ولذلك قالوا لا يفتي في كل مسألة إلا جاهل أو جريء. يعني اللي يقعد على الكرسي كده وكل مسألة يفتي فيها عمر ما تسمع منه لا أدري ولا أعلم، دي ما مش موجودة في القاموس بتاعه أبدا، عارف كل حاجة في كل حاجة. زي المدعي الخنفشار، عارفين قصة المدعي الخنفشار؟ في التسعينات منذ حوالي 18 سنة أو أكثر، كان هناك مسألة علمية وجعلت فيها رسالة سميتها السيف البطار على المدعي الخنفشار. الخنفشار ده رجل عمره ما قال في مسألة لأدري، كل حاجة يتسأل في الطب يجاوب، في الفلك يجاوب، في البحار يجاوب، في البهايم يجاوب، في الأسماك يجاوب، في الدواجن يجاوب، في اللغة يجاوب، في الأدب يجاوب، ما فيش حاجة على وجه الدنيا ما فيش فيها لا أدري، حتى في الأسنان كمان يجاوب برضه. فالمهم واحد يعني عفريت شوية كده مخخله في كلمة ليس لها وجود على وجه الأرض، هو أول واحد اخترعها له. قال له ماذا تقول في الخنفشار؟ كلمة خنفشار مش موجودة في اللغة. فقال له هذه كلمة سمعه العرب، سمعتها العرب وتكلمت بها، والخنفشار نبت يخرج في صحراء كذا، تأكله البهائم فتمغل، ثم يصيبها داء في بطنها فتصعق، ثم مش عارف ايه. وفيه قال الشاعر أتيت عليه مش عارف ايه حتى قال الخنفشار، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك. انت بقى انت خرفت في كل حاجة، ما جيش بقى عند النبي صلى الله عليه وسلم بقى، كفاية كده بقى. فمن هنا سمي كل مدعي بماذا؟ بالخنفشار. فذلك الرجل الذي يجيب في كل مسألة ففيه نسبة من هذا الايه؟ الخنفشار. وليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها، لا أنه عمد خلافها، ما فيش حد من أهل العلم بيتعمد خلاف السنة أبدا. الوجه الثاني، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل، قد يغفل ويخطئ في التأويل، ودي وجه إيه؟ أيضا معتبر. وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل. كلمة التأويل كلمة جميلة، ويقصد بالتأويل هنا اللي هو الايه؟ الاجتهاد. يعني قد يغفل ويخطئ في الاجتهاد، وإذا أخطأ في الاجتهاد فهو معذور عند الله سبحانه. طبعا الجملة ديت اللي الفقرة ديت دي اللي تلقفها بعض أهل العلم كشيخ إسلام ابن تيمية والإمام الدهلوي وغيره من المصنفين في مسائل الاختلاف، وألفوا فيها كتبا ومصنفات في هذه الفقرة اللي السطر دون أخذوها، فكان فيها فتح وبها بركة عظيمة. قال أي قال شافعي، ودي سنة موجودة عند المتقدمين، إن هو يتصور من يخاطبه، من يخاطبه، دي مسألة موجودة، يعني تصور المخاطب هذا موجود حتى في الشعر، يعني يتصور صديق له أو صديقين أو ثلاثة هم يكلموه وهو يكلمه، وأحيانا يتصورون الحيوانات تكلمهم وهم يكلمونها، يعني الأسد قابل الأسد والأسد بيكلمه وبيكلم الأسد وما إلى ذلك. فتصور المتكلم دي مسألة موجودة عند المتقدمين، عشان لما تيجي تقرأ في بعض الكتب تقول قال الله، ده هو المصنف، فازاي إن هو يقول على نفسه قال؟
قال: فقال لي قائل: فمثل لي كل صنف مما وصفت مثالا تجمع لي فيه الإتيان على ما سألت عنه بأمر لا تكثر علي فأنساه، وابدأ بالناسخ والمنسوخ من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر منها شيئا مما معه القرآن. القرآن قلنا ديت لغة صحيحة بتسهيل الهمزة، وهذه اللغة هي ما يستعملها الإمام الشافعي، القرآن. وإن كررت بعض ما ذكرت، يعني كل حاجة مما ذكرت من علاقة الكتاب والسنة وما تنتظم هذه العلاقة من معارف وعلوم، مثل لي على كل واحدة كده مثال حتى لو كررت بعض الأمثلة. فقلت له: كان أول ما فرض الله على رسوله في القبلة أن يستقبل بيت المقدس للصلاة. يبقى ده أول، ودي مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس قالوا إن أول ما فرض عليه الصلاة والسلام أنه يستقبل البيت الحرام، ثم أمر أن ينحرف إلى بيت المقدس، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم أن انحرف عن قبلة أبي إبراهيم، فكان يتأمل ويدعو الله عز وجل أن يأمره أن ينحرف ثانية إلى القبلة الأولى اللي هي قبلة بيت الله الحرام. ودي مسألة فيها نظر. قال الإمام الشافعي: كان أول ما فرض الله على رسوله في القبلة أن يستقبل بيت المقدس للصلاة. فكان بيت المقدس القبلة التي لا يحل لأحد أن يصلي إلا إليها. في الوقت الذي استقبلها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن بيت المقدس كانت قبلة المسلمين، فلو أن أحدا استقبل بيت الله الحرام في ذلك الوقت لكان بذلك كافرا، لكان بذلك كافرا. ليه؟ لأنه صلى على غير القبلة التي أمر الله سبحانه. فلما نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجه رسوله والناس إلى الكعبة، كانت الكعبة القبلة التي لا يحل لمسلم أن يستقبل المكتوبة في غير حال من الخوف غيرها، ولا يحل أن يستقبل بيت المقدس أبدا. يبقى ما لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يستقبل بيت المقدس كقبلة إلا في حالة الخوف. يعني في حالة الخوف لما نبدأ نصلي الخوف هنصلي ركبانا، يعني افترضنا هناك خيالة المسلمين، هتبدأ صلاة الخوف ويركب الخيل وتتجه إلى القبلة في بداية الصلاة، ثم قد تنحرف بها الخيل هنا أو هناك. فلو انحرفت بها الخيل هنا أو هناك ليس في ذلك ضير، لأنهم في حال العذر، لأنهم في حال العذر. ولذلك الراكب سفينة أو قطارا يتحرى القبلة في بداية الصلاة، فإذا انحرف القطار أو السفينة بعد ذلك فهو من أهل الأعذار، فهو من أهل الأعذار. وبعض أهل العلم فرق بين الفريضة والتطوع في ذلك الأمر، وعندهم في ذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلى الله عليه وسلم كان إذا كان مسافرا راكبا فأراد أن يصلي الفريضة نزل فصلى الفريضة، فإذا أراد أن يصلي التطوع استقبل القبلة براحلته ثم حيثما ذهبت. لكن هذا الأمر قد لا يضبط، لأن الراحلة أنت تملكها، لكن السفينة أو القطار الأمر فيه مختلف. فدائما ما لا تضبطه أو لا تملكه أو لا تقدر عليه فالتكليف فيه ساقط، فإن التكليف متعلق بماذا؟ بالقدرة. دي مسألة مهمة جدا، التكليف متعلق بالقدرة. أنا ممكن أوقف الراحلة وأنزل أصلي الفريضة، لكن إزاي أوقف السفينة وهنزل أصلي؟ طب أنزل أصلي فين؟ أنزل أصلي على الموج مثلا؟ ما ينفعش، ما ينفعش. السفينة ماشية كده وانت بالفعل تحريت القبلة، وصلت ناحية القبلة، جت شوية أمواج، السفينة راحت منحرفة، تعمل ايه بقى؟ ماذا تصنع؟ بلاش كده، جت دوامة كبيرة جدا والسفينة عادة تعمل كده، ماذا تصنع؟
طب القطار، القطار ماشي كده وانت تحررت القبلة الناحية دي، فقمت مصلي الناحية دي. طب افترضنا الطريق راح مايل كده، فاصبحت انت ليه الناحية دي، ماذا تصنع؟ فكل ما خرج عن قدرتك فلا تكليف فيه، كل ما خرج عن قدرتك فلا تكليف فيه، ولكن انت تتحرى القبلة، انت تتحرى القبلة، فاذا اخطأتها لسبب خارج عنك فانت معذور. يبقى انت في الاول تتحرى القبلة، فاذا اخطأتها لسبب خارج عنك فانت معذور. يبقى زي بالضبط الرجل الاعمى هيتحرى القبلة، طب افترضنا بعد ما صلى اتلقى صلاته لغير القبلة، ماذا يصنع؟ يا صلاته لا، لا يعيده. ليه؟ لان هذه قدرته، وقد بذل طاقته، ولا تكليف الا بمقدور، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى اذا القبلة الاولى هي بيت المقدس، ثم امرنا بعد ذلك ان نستقبل البيت الحرام. طب لو ان احنا واحد مستقبل بيت الحرام وتلاقينا واحد مودي وشه بيت المقدس، قلت لكم من قبل ان في هناك مسجد في قريب من المدينه يسمى مسجد ذي القبلتين، رايت بعيني المصريين بالذات يعملوا ازاي، يصلوا ركعتين ناحيه القبله بتاعتنا، وبعد ما يصلي ركعتين الجهه ديت يقوم الخلف ضر مصلي ركعتين ناحيه بيت المقدس، يقول لك علشان يبقى احنا صلينا للقبله ديت وللقبله دي. وما درى هؤلاء الجهله ان هذا الامر قد نسخ، وانه لا يجوز التعبد بالايه؟ بالمنسوخ، وان من تعبد ومن قصد التعبد بالمنسوخ فهو كافر. لكن هؤلاء القوم لا يكفرون لان الجهل غالب عليهم، فهم يفتخرون بانهم صلوا الى ايه؟ الى القبلتين، وانهم بذلك قد تشابهوا بمين؟ بالصحابه، يعني هم لما يعملوا الكلام ده ظنهم انهم متعبدون لله بذلك، لان هم صلوا للقبلتين، ومين اللي صلى القبلتين؟ الصحابه، اذا هم متشابهون بالصحابه في هذا المقام. ولكن عندما تنكر عليهم من انت؟ أتنكر عليهم متشابه بالصحابه؟ طب تطلق لحيتك، يقول لك ربنا يسهل لنا. طب ما هو الصحابه كانوا بيطلقوا لحاهم، مش معنى بقى انت تشابه بالصحابه في هنا ولا تشابه بالصحابه هنا، تشعر ان الامر لا يجري على سنن صحيحه، وليس هذا من العدل، لان العدل ان تجمع بين المتشابهات وان تفرق بين المتبينات. اما الجمع بين المتبينات والتفريق بين المتماثلات هذا من الظلم. انت بيقول انا صليت القبلتين تشابها بالصحابه، طيب عشان تشبه بالصحابه تعمل ايه برضك؟ قصر الثوب واطلق اللحيه، مش كده؟ يقول ديت لا، اذا هو فرق بين الايه؟ بين المتماثلات، اذا هذا من باب الظلم. هذا من باب الايه؟ الظلم. يقول الامام الشافعي عليه رحمه الله: وكل كان حقا في وقته. يعني الصلاه الى بيت المقدس كانت حقا في وقتها، وهذا كان حقا في وقته. طبعا بعض هذه الأشياء سبق الإمام الشافعي أن تكلم عنها قبل، لو تذكروا بعض هذه المسائل تكلم عنها قبل، ولذلك في ضمن المسألة: وإن كررت ما ذكرت. انتبه، وإن كررت ما ذكرت، فبعض هذه الأشياء تكلم عنها قبل. قال الإمام: وكل كان حقا في وقته. بيت المقدس من حين استقبله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن حول عنه الحق في القبلة، يعني كان بيت المقدس والحق في القبلة، ثم البيت الحرام الحق في القبلة إلى يوم القيامة. طب ليه قال يا أخوانا إلى يوم القيامة؟ من يجيب؟ إيه؟ أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات والوحي قد انقطع، إذا الذي ينسخ الوحي هو الوحي، فلما الوحي ينقطع إذا ما تركنا صلى الله عليه وسلم هو الايه؟ والمحكم الذي لا نسخ فيه. وهكذا كل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال أي قال شافعي: وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ. بتشعر أن الإمام الشافعي كثيرا ما يعمل المصدر كثير جدا، بيعمل المصدر. يعني إيه يعمل المصدر؟ أي يجعله كالفعل. يعني إيه يجعل الفعل؟ أي ينصب مفعولا، ما تلاقيش الفاعل موجود، ينصب مفعولا. كثير جدا بيستعملها الإمام الشافعي. وإعماد المصدر كثيرا أحيانا بيجعل اللغة ثقيلة، بيجعل اللغة إيه تقيلة، تشعر إن اللغة تقيلة. ولكن إذا فقهت هذه المسألة وعلمتها إن شاء الله ينفك لك شيء عظيم من عسر هذه اللغة. قال: وهذا المذكور مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة دليل لك على شوفوا. ودايما برضه مسألة مهمة، إن الإمام الشافعي دايما يفرق بين المبتدأ والخبر بجمل طويلة. الجمل عنده جمل طويلة متسعة، يعني ما تلاقيش الخبر جنب المبتدأ. اللغة المعاصرين تجد المبتدأ الخبر جنب المبتدأ سهل، على ودنك على طول وبتمشي. لكن تشعر ما بين المبتدأ والخبر مسافة من هنا لودن النطرون مثلا، مسافة طويلة قوي. فيقول: وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة دليل. فين الخبر بتاع هذا؟ دليل على أن النبي إذا سن عليه الصلاة والسلام إذا سن سنة حوله الله عنها إلى غيرها سنة أخرى. شوف برضه كده، يعني الجملة الجواب فين يا أخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة حوله الله عنها إلى غيرها سنة أخرى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في هناك حاجة ناسخة فلابد أن تكون أيضا بماذا؟ بتوقيف وحي. أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة حوله الله عنها إلى غيرها، إيه اللي يحصل؟ سنة أخرى يصير إليها الناس بعد التي حول عنها، لئلا يذهب على عامتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ. ما ينفعش ان يبقى فيه هناك اجتهاد في مسألة الناسخ، لابد ان يكون الناسخ ايضا بماذا؟ بتوقيف. لابد ان يكون الناسخ بتوقيف. وبرضك من ضمن اسلوب الامام الشافعي عليه رحمة الله ان انت ما يخليش الفاعل بعد الفعل، يعني خل ان تجد الفاعل بعد الفعل والخبر بعد المبتدأ، وتجد الفعل العامل، لا تجد المصدر اللي بيعمل، وتجد الفاصل الطويل بين المبتدأ والخبر، وتجد الفاصل بين الفعل والفاعل. ولذلك اللي بيقرأ لابد يكون منتبه، لأنه لو غمض عينه يوم تايه. ليه بقى؟ هيتوه، فين الخبر؟ نساه، غفل عنه. فطبعا عاوز أن يكون صاحي جدا ومتوثب، صاحي ومتوثب. ولئلا يشبه على أحد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن في فيكون في الكتاب شيء، فيكون مش فيكون، فيكون في الكتاب شيء يرى من جهل اللسان أو العلم بموقع السنة مع الكتاب أو إبانتها معنيه. الجواب أن الكتاب ينسخ السنة. يعني عاوز يقول ان برضك السنة اذا اراد الله تعالى ان ينسخ سنة فبيوحي للنبي صلى الله عليه وسلم سنة عشان تنسخ ليه هذه السنة. اذا الكتاب ينسخ الكتاب، والكتاب والسنة تنسخ ليه السنة. وفي موضع اخر ابان هذا المعنى فقال: افيمكن ان تخالف السنة في هذا الكتاب؟ يعني ممكن السنة اللي جت نسخت سنة تكون السنة الناسخة دهية مخالفة الكتاب؟ يعني هو بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف الكتاب، اذا سنته لا تخالف الكتاب، فسنته التي لم تخالف الكتاب نسخت بسنة اخرى، فهل تكون السنة التي نسخت السنة الاولى دهية مخالفة للكتاب؟ فمن اخونا يعني السنة
السنة ديت موافقة للقرآن الكتاب. طب السنة ديت اتنسخت بسنة تانية، فهل تكون هذه السنة مخالفة للكتاب ده؟ فمين السؤال يا أخونا؟ طيب قلت، أي قال شافعي، لا 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 يمكن، لا يمكن. وذلك عشان خاطر، لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين، أصلهما في الكتاب، أصلهما في الكتاب كتابه وكتابه. شوف الضبط هنا ممتاز، كتابه وكتابه، كتابه على الابتداء وكتابه على البدل، فانتبه. أصلهما في الكتاب كتابه، يبقى بدل منين؟ من اسم المجرور. وكتابه على الابتداء يبقى مبتدأ. أصلهما في الكتاب كتابه ثم سنة نبيه بفرضه في كتابه اتباعهما. يعني عاوز يقول إن ربنا سبحانه وتعالى أمر باتباع السنة، فلما احنا نتبع السنة يبقى احنا تبعنا الايه؟ القرآن. فلا يجوز أن يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لازمة فتنسخ، فلا يسن ما نسخها، وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين. يعني يعرف الناسخ، ودي برضك مسألة مهمة جدا استفادها علماء الأصول وعلماء الحديث في باب الناسخ والمنسوخ، أن من الضرورة معرفة تاريخ الرواية أو تعريف تاريخ الراوي، لأن احنا معرفة هذا التاريخ يجعلنا نقف على المتقدم والمتأخر. يعني افترضنا مثلا خبرين، واحد قاله أبو هريرة والتاني قاله مثلا ابن مضعون، ناخد الخبر انه أبو هريرة. ليه؟ لأنه متأخر في إسلامه وأيضا متأخر في وفاته، بينما ابن مضعون متقدم في وفاته، متقدم في وفاته. فيشبه أن يكون ذلك الخبر يعني حقيقا بالمتأخر، فيقضى بالمتأخر على الايه؟ على المتقدم. وهنا معلومة مهمة جدا، بأن مسألة النسخ لا يصار إليها إلا عند تعذر الجمع. ليه؟ لأن النسخ إهمال والجمع إعمال، والقاعدة بأن الإعمال مقدم على الايه؟ الإهمال. يعني أنت لما تقول إن الخبر ده هو بينسخ الخبر ده، يبقى الخبر المنسوخ هنتعبد لربنا جل به؟ لا، يبقى احنا أهملناه. لما نقول ناسخ ومنسوخ، يبقى المنسوخ ده مهمل، لن يتعبد لله تعالى به، مهمل لن يتعبد لله تعالى به، ولا يجوز التعبد لله عز وجل بالمنسوخ، يبقى احنا أهملناه. طب احنا لو عملنا الاثنين، عملنا الاثنين، يبقى الإعمال أولى من الإهمال. ومثال ذلك ما ذكره جمهور المفسرين، بأن آيات الصفح والعفو والمسالمة كلها منسوخة بآية السيف. والمقصود بآية السيف ليست آية بعينها، ولكن المقصود بآية السيف أي الآيات التي تضمنت الأمر بالقتال. ودي مسألة مهمة جدا، بعض الناس ظن المقصود بآية السيف آية واحدة، لا، المقصود بآية السيف، لأن كلمة آية مفرد ولكن يعنى به الجمع، زي قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، مفرد ولكن لا يعنى به المفرد ولكن يعنى به الإيه؟ الجنس، الجنس. يا أيها الإنسان، الإنسان إنسان، ما غرك بربك الكريم، ولكن يعنى بالإنسان هنا مين؟ الكافر، الكافر، لأن الإنسان المؤمن يخشى الله عز وجل ويخاف الله عز وجل ولا يغتر أبدا، بل كلما عظم علمه عظمت خشيته، وكلما قل علمه قلت خشيته. فالعلم الخشية كما قال عبد الله بن عباس، وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وقال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فآية السيف قال جمهور المفسرين أنها نسخت آية الصبر والعفو والسلم وما إلى ذلك. طيب لو قلنا نسختها، معنى ذلك إيه يا أخوانا؟ معنى ذلك أنه يجوز لا يجوز للمسلمين أن يعطوا المسالمة
أو أن يبذلوا الصبر أو أن يأخذوا بجانب العرف والعفو، ولكن لابد لهم أن يكونوا شاهري السيوف. ما رأيكم في ذلك القول؟ هل المسلمون في كل أطوارهم على قوة ومنعة تجعلهم مستطيلين بالسيف متقوين به؟ يعني المسلمين مثلا في الاتحاد السوفيتي كانوا ما يقرب مثلا من 30-40 مليون، ملايين كثيرة هي. يعني كان المسلمين في مطلع القرن العشرين في الاتحاد السوفيتي عددهم قد عدد المسلمين في الجزيرة العربية كلها والشام والعراق وسوريا، 30-40 مليون، عدد كبير جدا. السعودية لغاية عهد قريب كانت حوالي 5-6 مليون. الدول اللي هناك ديت تلاقي مثلا 100,000 و200,000، يعني حي زي جديدة لو تبحتر في أي مكان اللي هناك ده يملأ مار. ومع ذلك إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ البلاشفة الملاحدة ذبحوا المسلمين في روسيا ونفوا عدة ملايين وقتلوا عدة ملايين، وكان المسلمون في المعسكر الشرقي عموما في روسيا ويوغوسلافيا وألمانيا الشرقية وإيرلندا وبولندا وبلغاريا والحدود كلها كان المسلمون أذلة، كان المسلمون أذلة لغاية عهد قريب في ألبانيا. ألبانيا لو في هناك واحد مسلم مريض كشف عليه في المستشفى فوجدوه مختونا يطلع من المستشفى على فين؟ على السجن، ولا يرى بعد ذلك له أثر. بس شوف درجة إيه؟ الأسماء الإسلامية تم تغييرها، يعني مثلا واحد اسمه أحمد يبقى شلاف شوف مثلا، كل غيروا كل أسماء المسلمين. واخد بالك إزاي؟ تغيير أسماء المسلمين وهدم ضر العبادة بتاعتهم المساجد وحرق المصاحف وتتبع علمائهم وقتلهم وسجنهم والتضييق عليهم ومحاولة تذويبهم ومحاولة القضاء على هويتهم تماما. يعني واحدة مسلمة تلبس حتى طاقية فوق رأسها؟ ده لا يمكن. يبقى ديت على طول تعتقل هي وابوها وجوزها وعيلتها وجيرانها وكل ما يموت لابصل كل ما يخشوا السجن يشوفوا من الطاقية ديت مين اللي جابها لها ولبستها ازاي وتلبسها ازاي وهي طاقية قد دي كده بس غطى شوية شعرها شوية بس. فسبحان الله عداء سافر الإسلام والمسلمين. زي تركيا، تركيا يعني إلى هذه اللحظة غطاء الرأس للمرأة التركية جريمة يعاقب عليها القانون، غطاء الرأس. يعني هناك واحدة كانت عضوة في البرلمان التركي لبس الطاقية، الصحافة التركية تتشال وتهبط في الأرض إزاي تلبس الحجاب، وسموا ديت إيه؟ حجاب. فالحجاب في تركيا يعني إيه يا أخوانا؟ يعني أشار، مش نقاب ولا طرحة كبير تغطي الصدر ونص جاء، لا ده الحجاب في تركيا أشار. يعني الأشار بكده البشناء اللي بيعملوها ديت في تركيا ديت إرهاب وتطرف وتزمت وتنطع ما إلى ذلك وردة إلى العصور المتخلفة. أنا عاوز أقول لكم الضعف اللي بيصل إليه المسلمون. طب هل المسلمين في وقت الضعف يقول لك المسايفة؟ طب لو المسايفة اللي يحصل لهم هيتم القضاء عليهم مطلقا، تنفسهم كده، تنفس المجرمين يمسكوا بس كده واحد مسلم عنده بندقية. تم التتبع التنظيم الإرهابي وتم ضبط أسلحة ومش عارف إيه، ويبدأوا يدرسوا بقى البندقية دي مين اللي جابها واستربت إزاي ومع مين وتعاملت إزاي، طب ومين اللي بيدرب عليها، طب وهي بندقية إيه بتاعة حمام، واخد بالك إزاي؟ فهم دي طبعهم، هذا طبعهم. ولذلك كان القول الأنسب في هذه المسألة أن آيات الصفح والعفو والصبر والمسالمة ليست منسوخة بآيات المسايفة، فكل يعمل في حاله. فعندما يقوى المسلمون وتشتد شوكتهم وتكون لهم صولة ودولة وجولة تكون ليه؟ المسايفة. وعندما يصابون بالضعف والوهن تكون ليه؟
المسالمة. إذن المسالمة والمسايفة ليس أحدهما ناسخا للآخر، ولكن كلاهما حق في حاله ووقته. إذن احنا عملنا هنا إيه؟ نسخنا ولا عملنا؟ عملنا. إذن الإعمال أولى منين؟ من الإهمال. إذن الجمع أولى من النسخ. فإذا تعذر الجمع بكل وجه خلاص مضطر أخوك لا بطل، يبقى إذن لابد إيه؟ نصير إلى النسخ. يبقى إذن النسخ يعرف بالمتأخر. وجه ثاني، وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة سنن رسول الله. ليه يا أخوانا؟ لأن السنة فيها السياقات بخلاف القرآن. القرآن تضمن الأحكام، سياقات الأحكام مش موجودة في القرآن، ولكن موجودة فين يا أخوانا؟ في السنة، موجودة في السنة. يعني مثلا التيمم، سياق التيمم مش موجود في القرآن، موجود فين؟ في السنة. السياق فرضية الصلاة مش موجود في القرآن، موجود فين؟ في السنة. فكل السياقات التي نظمت الأحكام لم توجد في القرآن، وإنما وجدت فين؟ في السنة. ولذلك كان بيان السنة أتم، وكان كما قال بعض المتقدمين كانت حاجة للقرآن، أو كان حاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.